السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. معكم حصة العودان، أخصائية علاج وظيفي، خريجة جامعة الملك سعود. إن شاء الله اليوم راح أتكلم عن الميجرمنت تولز اللي تستخدم لقياس الاسباسيسيتي، وأهمها الموديفايد أشورث سكيل. المحاضرة راح تتكلم عن موديفايد أشورث سكيل تقريبا بتفصيل شوي مع ميجرمنت تولز ثانية، إن شاء الله تستفيدوا منها. قبل لا أتكلم عن الميجرمنت تولز اللي تستخدم لقياس الاسباسيسيتي، أحتاج أعرف إيش معنى هذا المصطلح، إيش صفاته، إيش المصطلحات الثانية اللي تشبه له. الاسباسيسيتي هو عبارة عن تشنج يتميز بأنه معتمد على السرعة، وهو أحد مكونات الأبر موتور نيورون سيندروم. الاسباسيسيتي تجيني من البيراميدال تراكت، وبالأخص من الكورتيكو سباينال تراكت، نتيجة اللي هو الامبالانس في السيجنالز من البرين والسباينال كورد للمسل. هذا الامبالانس اللي ينتج عنه الاسباسيسيتي دائما نلقاه في الكونديشنز مثل السي بي، التي بي اي، الستروك، الام اس والاس سي اي. الكثير مننا عنده لبس بين هذول المصطلحين، ودي لو تكتبون لي ايش تعرفون عن هذول المصطلحين او ايش الفرق بينهم. الاسباسيسيتي هو مصطلح ليس مرادف للهايبرتوناسيتي، وانما هو يعتبر سبسيت من الهايبرتوناسيتي. هما similar لانهم they are pulling the limb into a unilateral direction، however they are different in the following ways. النقطة الأولى أنه الاسباسيسيتي هي velocity dependent، تعتمد على السرعة، والعكس في الهايبرتونيا. النقطة الثانية في الهايبرتونيا أثناء الباسيف موفمنت ما في الكاتش فيلت اللي موجود في الاسباسيسيتي، واللي يسمى الكلاست نايف فينومن. إذن الهايبرتوناسيتي هو مصطلح أعم للاسباسيسيتي، وإت كود بي ديو تو ذا نيورال درايف بروبلم للاسباسيسيتي أو الريجيديتي. من صفات الاسباسيسيتي إن هي عبارة عن هايبر اكتيفيتي اوف ذا مسل سبيندلز فازيك ستريتش. ايضا هي فيلوسيتي ديبندنس، مينينج ذات ذا ستريتش ريفلكس از اليسيتد اونلي باي ذا اكزامينرز رابيد باسيف ستريتش. ايضا تتصف الاسباسيسيتي بمصطلح او مفهوم الكلاسب نايف فينومين، اللي هو مثل ما تشوفون بالصوره، صوره السكين. هذه السكين لما نبغى نفتحها تنفتح معنا شوي شوي، وبعدها تنفتح بسرعه، ونفس الشيء نشوفه في الاسباسيسيتي. So that's mean when the examiner is taking the limb throughout the quick passive stretch, there is sudden catch or resistance is felt, followed by the release of this resistance. الفرق بين الاسباسيسيتي والريجيديتي بالإضافة إلى الصفات اللي ذكرناها تو في الاسباسيسيتي، إنه في الاسباسيسيتي في weakness. ايضا في الاسباسيسيتي ريزيستنس احسها في وان دايركشن او وان جروب اوف ماسلز، والعكس في الريجيديتي في البوث اجونست والانتاجونست. في الريجيديتي على عكس الاسباسيسيتي القاها في الاكسترا بيراميدال تراكت او الاكسترا بيراميدال ليجنز، في الربرو سباينال او الفيستيبولو سباينال تراكت. في الريجيديتي على عكس الاسباسيسيتي ريزيستنس هي نفسها في اول اوف ذا دايركشنز، ايضا هي نوت فيلوسيتي ديبندنت. بناء على الفرق بين الريجيديتي والاسباسيسيتي أقدر أقول إنه عندي في الرجيديتي أربعة أنواع. النوع الأول هو lead pipe rigidity، وهو constant resistance is felt throughout the range of motion when the part is moved slowly and passively in any direction. Usually very difficult to visualize, but as you can see in this patient, the rigidity is so significant that the examiner visually has difficulty. النوع الثاني اللي هو الكوغويل، it's a rhythmic give and resistance occur throughout the range of motion, much like the feeling of turning a cogwheel. A series of catches appears during passive flexion of the extremities. This is called as a cogwheel rigidity. بما أن الاسباسيسيتي موجودة في كثير من النيورولوجي كونديشنز، من الضروري أنه عندي ريلايبل وفاليد ميجرمنت تولز أستخدمها عشان أسوي الإيفالويشن، وبالتالي أضع خطة علاجية مناسبة. لهذا السبب راح أستخدم أو راح أتكلم عن الميجرمنت تولز، ومن أهمها الموديفايد أشورث سكيل. هنا عندي سكيل اسمه Mild Moderate Severe Spasticity Scale، يستخدم من قبل بعض الأخصائيين وبعض الدكاترة اللي يريدونه أسهل. طبعا من اسم السكيل الجريدز هي Mild و Moderate و Severe، وكل جريد لها Description حقها. في عندي سكيل ثاني اسمه Preston's Hypertonicity Scales،
ممكن بعضهم يستخدمونه as a guidance for estimating the hypertonicity. أيضا عندي المودفايد تادو سكيل هو فرنش من الليميتيشنز حقته أنه بس يستخدم للسي بي تشيلدرن، لكن بعض الدراسات أثبتت أنه التادو سكيل مور سنسيتيف ذان أذر ميجرز. هنا بعض الفروق بين المودفايد تادو سكيل والمودفايد أشورث سكيل. فالMTC tends to be more sensitive in the detection of the post-treatment change because it measures muscle resistance as well as the velocity of the movement. أيضا فالMTC يعتبر تقريبا closer للانسس definition اللي عرفته الاسباسيسيتي. لكن اللي يعيب هذا السكيل انه البابليكيشنز regard the validity and reliability it's very limited. فتقريبا بسبب قلة السكيلز المستخدمة لقياس الاسباسيسيتي راح أتكلم عن أشهر واحد أو أكثر واحد يعرفون الناس، وهو المودفايد أشورث سكيل. الماس هو نسخة مطورة من الأشورث سكيل واللي كان يستخدم mainly لقياس الإفكت of the antispastic drugs للMS. الأشورث سكيل تطور عام 1964 as 5 point scale، وبعدها تطور عام 1987 إلى modified Ashworth scale. طيب هذا modified Ashworth scale instructions، هذا الفورم السكورينج حقته. من الليميتيشنز للموديفايد أشورت سكيل إنه الإيفيدنس سجست ذات الريزيستنس تو ذا باسيف موفمنت إتس نوت أن إكسكلوزيف ميجر أوف ذا سباسيسيتي. على الرغم من إنه الفاليديتي والريلايبيليتي للموديفايد أشورت سكيل مي قوية وفي ليميتيشنز، إلا إنه في فيتشرز كثيرة هي اللي تخليه مستخدم من قبل أغلب الناس. فهو زي ما قلت مستخدم من قبل أغلب الناس، كثير ناس يستخدمونه. It's simple to apply، ما يحتاج أدوات كثيرة، سهل التطبيق. So for items there is no standardized guidelines for its use، the modified Ashworth scale can be applied to muscle of both upper and lower bodies. السكورينج في المودفايد أشورث سكيل على 6 نقاط من 0 إلى 4، اللور represent normal muscle tone والهاير represent spasticity. أيضا من مميزات الموديفايد أشورث سكيل ما يحتاج إلى وقت محدد، يعتمد على عدد المسلز اللي راح أقيس التون فيها، ما يحتاج إكويبمنت محددة. هنا بريف إنستركشنز للأدمنستريشن أوف ذا موديفايد أشورث سكيل. النقاط المهمة إنه البيشنت يكون في سوبين بوزيشن، وذا مسل إز أسيست باي ريتينج ذا ريزيستنس تو ذا باسيف رينج أوف موشن أباوت أ سينجل جوينت. She will start with the elbow in flexion and extend the elbow fully, feeling for full range of motion of the joint as well as elongation of the muscle. She will return the extremity to flexion and then do two successive quick stretches. And in this case, we see there is no resistance to movement, no indication. وبكذا أكون خلصت محاضرة اليوم. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا لو بشيء بسيط أو لو رفرش المعلوماتكم. أعتذر على الإطالة. لو عندكم أي سؤال أو استفسار أنا حاضرة، راح أمسك الحساب لمدة ساعة من الآن. شكرا، يعطيكم العافية.